إذا متابعينا الكرام، مستبي الشأن الرياضي هنا بمدينة تطوان، كنت أجد معكم يعني مباشرة من مدينة تطوان، طب أحد الفنادق المتواجدة بالمدينة. فطبعا كنت تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر والتغطية المباشرة من قلب مدينة تطوان. فكما يعرف الجميع، ففريق اتحاد طنجة يستقبل للمرة الثانية على التوالي والثالثة له هنا بملعب سانية رمل، يستقبل فريق يوشفيت برشيد. فريق يوشفيت برشيد متدين ترتيب بمعدل 0 نقطة، جاز بثلاثة ديال الهزائم. ففريق يوشفيت برشيد يعاني بعد ما تمكن من تحقيق صعود موسم فارط، فكيعاني من عدم الانتصار وعدم يعني حصد اولى نقاط ديالو في هذه البطوله، بطوله القسم الوطني الاول انوي. فطبعا يعني اليوم فريق يوشفيت برشيد حط الريحه ديالو، حط الريحه ديالو هنايا بمدينه تطوان، يعني استعدادا وباش يستعد باش ينطلق يعني الملعب سانية رمل اللي غيحتضن الجوله الرابعه من الدوري المغربي الاحترافي. ملعب سانية رمل يستقبل فريق اتحاد طنجه، فريق يوشفيت برشيد كما كنقولوا متدين الترتيب، وهي قمه اسفل الترتيب كما كيعرف الجميع. ففريق يوشفيت برشيد يعني يحسب يعني فريق اتحاد طنجه كيحسب نقطه واحده جات من جوج ديال الهزائم وتعادل واحد. فاما فريق يوشفيت برشيد فعنده يعني 0 نقطة بثلاثة ديال الهزائم المتتالية. اليوم يعني مكونات فريق يوشفيت برشيد حطت رحال هنا بمدينة تطوان، ومحليا يعني جميع اللاعبين والطاقم التقني يعني تواجدين في الاوتيل، يعني الاوتيل اللي قريب هنا في مدينة تطوان كما كتشاهدوا معنا. يعني الحافية ديال الفريق هي كاينة حدا الاوتيل باش غتبقى اللاعبين وينطاقوا يعني نحو الملعب على الساعة، يعني المقابلة غتبدا على الساعة 7:15 هنا بمدينة تطوان وملعب سانية رمل كما كيعرف الجميع. فهاد المقابلة غتلعب يعني بدون جمهور بحكم ان يعني فريق اتحاد طنجة هو المستقبل وكيستقبل يعني خارج الميدان ديالو، ورغم انه هو المستقبل هو كيستقبل خارج الميدان ديالو بحكم اصلاح ملعب ديال بحكم اصلاح يعني ملعب ديال بطوطة اللي كيخضع لاصلاحات واصلاحات عديدة. فهادشي اللي خلى ان الفريق يمشي يبحث على شي ملعب محايد باش انه يجري المقابلات ديالو. وطبعا في الملعب اللي متمكن منه فريق اتحاد طنجة هو ملعب سانية رمل، وطبعا يعني بهذه الاجراءات الاحترازيه فكيتم يعني منع تنقل جماهير طنجاويه نحو مدينه تطوان خوفا من وقوع حادث. فطبعا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، هو كتشهد معنا يعني في هذا المباشر متابعينا الكرام وفي هذه التغطيه المباشره هنا مقد مدينه تطوان. ففريق يوشفيت برشيد متدين الترتيب، يعني كيحط الحال ديالو هنا بمدينه تطوان، يعني اخر اخبار انه حط الحال ديالو يعني مساء ليله البارحه هنا بمدينه تطوان، دخل يعني في حصة تدريبية بمركز المدنيين، وكذلك يعني انتقل أوتو استعدادا لهذه المقابلة. ففريق يوشفيت برشيد حط الحال ديالو هنا مدينة تطوان من أجل البحث على أولى النقاط الثلاث، والنقاط الثلاث الأولى ديالو في هذه البطولة الوطنية في هذا القسم الوطني الاحترافي. واش غيتمكن يعني فريق يوشفيت برشيد اليوم من انتزاع 3 نقاط أو لا؟ فقط يعني بما أنه يعني كيلعب خارج الميدان ديالو، واش غيبحث غير على التعادل؟ واش يعني فريق شنو غتعطينا المقابله اللي طبعا هي يعني غتجرى يعني بدون جمهور، يعني مقابله كرويه رياضيه بدون جمهور بدون اللعب رقم 12. واش فريق اتحاد طنجه كذلك يغني غيتمكن يعني من تحقيق الانتصار ديالو؟ فجميع اطوار هذه المقابله واطوار هذا اللقاء ديال الجوله الرابعه اللي غيتلعب هنا بمدينه تطوان متابعينا الكرام غيتجرى في ملعب سانية رمل في داخل يعني في الساعه 7:15 بتوقيت المغرب. فكنتمناو ان هذه المقابله اللي كيبغي عليها الجمهور انها تعطينا الفرصه تعطينا الحماس، مع العلم ان كما قلت يعني ففريق يوشفيت برشيد حتى الحال ديالو هنايا مدينه تطوان ماشي باش يجي يلعب مقابله في كره القدم فقط، بل بالعكس من اجل يعني الظفر ب3 نقاط وتحقيق اولى الانتصارات ديالو على فريق هو بدوره يعني كيعاني رغم تاهيل اللاعبين ديالو اللي هو فريق اتحاد طنجة، بدوره يعني كيحصد نقطه واحده من اصل 3 ديال المقابلات. فشنو غتعطينا هذه المقابله وشنو غيكون يعني فيها؟ فهادشي كامل غنشاهدوه يعني كامل على قناه الشعب، قناه شوف تي في، في نقل حصري لطوار هذا اللقاء هذا وهذه المقابله اللي كما قلت وكما كنشير فهي كتجرى مدينه تطوان وفي غياب الجماهير وملعب سانية رمل، لان فريق اتحاد طنجة كيستقبل للمره الثانيه، يعني كان عنده يعني جوج ديال الاستقبالات، فكيستقبل للمره الثانيه على التوالي فريق يوشفيت برشيد هنا بمدينه تطوان. كذلك يعني فريق اتحاد طنجه حط الحال ديالو هنا بمدينه تطوان في احدى الفنادق الاخرى
كذلك يعني باش انه يساعد هذا اللقاء هذا. فكما قلت يعني هي قمه ديال اسوء الاثر في فارما المتتبعين الكوفيه ومشجعي فريق يوسفيت ورشيد. فشنو كتعتقد واش يعني فريق يوسفيت ورشيد قادر على انه يحقق اولى الانتصارات ديالو هنا في القسم الوطني الاول؟ يعني هو يعني كما كنعرفوا صاعد حديثا للقسم الوطني الاول، ولا يعني فقط يوسفيت ورشيد يعني مازال كيعاني وفريق اتحاد طنجة يعني بقوة ديالو بتأهيل ديال اللاعبين ديالو غادي يقدر انه يسرع حتى تاني الفريق كامل؟ يعني متابعين الكرام كما قلت غادي نتابعوه على المباشر وغادي نتابعوه يعني بمجرى اللقاء وشنو غادي يعطينا اللقاء. فكما قلت يعني فريق يوسفيت ورشيد ما جاش باش يحط يديه هنا في مدينة الطوام، ما جاش باش يجري مقابلة عادية، بالعكس غيجري مقابلة ديال البطولة الوطنية وغيجري يعني مقابلة احترافية ضد فريق بليد يعني كيعاني. فواش غيستغل يعني هاد المعاناة ديال هاد الفريق هذا؟ واش غيتمكن يعني فريق يوسفيت ورشيد من أنه يحقق النقاط الأولى ديالو في البطولة الوطنية، ولا يعني فريق يوسفيت ورشيد غادي يعاني؟ فكما قلت يعني المكونات ديال فريق يوسفيت ورشيد مستعدة بواحد الشكل هو شكل كبير، ومستعدة على أنها تعطي كل ما مجهودها في هذه المقابلة باش أنها تحقق النقاط الثلاث. فهادشي اللي كنتمنى وتمنى أن يعني المقابلة يكون عندها واحد الحس اللي هو يعني حس رياضي، يكون فيها الحماس ويكون فيها الأهداف، وتكون مقابلة شيقة مع العلم أنها يعني مقابلة ديال كما كنقول يعني ديال قمة أسوأ الترتيب بين يعني متدين الترتيب وصاحب المركز 14 اللي هو فريق اتحاد طنجة اللي يحصد يعني نقطة واحدة. فنتمنى يعني كما قلت متابعينا الكرام ان هذا اللقاء هذا يعطينا ما في الجعبه ديالو، ونتمنى ان يعني يكون هناك فيه فرجه يكون فيه الاهل. اذا فريق يوسفيت ورشيد متابعينا الكرام يعني حاط حتى الحال هنايا في مدينه تطوان كما كنقولوا يعني باش انه يستعد لهذا اللقاء ويستعد لهذه المقابله اللي كيستقبل فيها او لا اتحاد طنجة يستقبل فيها يوسفيت ورشيد، ومع العلم انه يعني كيستقبل في مدينه تطوان. كما كتشوفوا يعني الاجواء ديال مدينه تطوان أصبح يعني جو جميل، أصبح مدينة تطوان جو حارة حرارية يعني جو يسمح يعني لإجراء مقابلة. فكنتمنى أن هناك تكون هناك فرصة ويكون هناك هدف إن شاء الله تعالى، وتمنى هذه المقابلة تعطينا كل ما منتظر فيها، مع العلم أنها هي مقابلة ديال أسفل الترتيب، مقابلة ديال المتدينين الترتيب في البطولة الوطنية، وفريقين جوج كيبحثوا على أولى الانتصارات ديالهم. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا مباشرة من مدينة تطوان، معنا مباشرة من مدينة تطوان هذا النقل المباشر من خارج إحدى الفنادق الأمير المدينة تطوان، حيث يعني حط فريق يوسفيت ورشيد الحال ديالو باش يساعد يتخاوض هذا اللقاء وهذا المقابل. فكنشكركم متابعينا الكرام على المتابعة ديالكم، وما تغفلوش لينا بعيد لأن إن شاء الله غيكون هناك نقل مباشر ونقل تفاعلي لكل أجواء هذا اللقاء وكل أجواء هذا المقابل. شكرا متابعينا الكرام، نشوف في الفيديو إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مباشرة.